إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نتواصل معكم ومع رابع أشواط هذه الأمسية. إذن سيداتي أنساتي وسادتي تتابعون رابع أشواط هذه الأمسية على مسافة الميل وربع الميل للخيول للدرجة الثالثة والمبتدئة لعمر الثلاث سنوات فأكثر. مستورد الصدارة تأتينا منذ البداية مع أحد الشعارات، هنا شعار العاديات ريسنج أمريكان فلاغ يتواجد بإشراف ألين سميث لنيومان في قيادة الوصافة. تأتينا في هذه اللحظات هنا في ثاني المراكز، هنا شعار العفو ريسنج تقارير وبإشراف محمد حسن سفيان سعدي في القيادة. في ثالث المراكز رقم 6 بريف ذا ستورم يتواجد لعقيل حسن عبد الرحيم جابر رمضان في الإشراف وحسن الصفار في القيادة. رابعا هنا أحد الشعارات التواجد لصالح دارك ليون وبشعار فيكتوريوس وكذلك فوزي ناس، فوزي ناس في الإشراف وجيسون واتسون في القيادة. خامس في هذه اللحظات التدخل من رقم 3 تول اوردر للملاح سندكت وباشراف عبد الجليل الملاح ابراهيم نادر في القياده. نعود الى الصداره، نعود للمتصدر امريكان فلاغ يطير يسير الى الصداره المميزه والرائعه في هذه اللحظات. جميع الاسماء في المنعطف متابعينا الكرام، امريكان فلاغ هذا الشعار العاديات ريسنج الذي يسيطر وسيطره مميزه صار وطار وحول نحوه انظار بهذا الشعار الجميل، انه شعار العاديات ريسنج. ألين سميث بالاشراف وقياده لين نيومان، من القادم؟ من الخطير؟ انه دارك ليون، دارك ليون الذي يهدد بتهديد قتالي وتهديد ناري. هذا الشعار الاحمر القادم وبامتياز. اذا لا زالت الامور لصالح امريكان فلاغ، والقادم هو الشعار الاحمر امريكان فلاغ، امريكان فلاغ وبهذا الشعار شعار العاديات ريسنج الذي يسيطر سيطره جميله وسيطره رائعه نحو الانتصار. ودارك ليون، دارك ليون اكتفى وصيفا. اذا امريكان فلاغ مسجلا انتصار رائع، انتصار مميز. هذا الشعار الجميل انه شعار العاديات ريسنج ألين سميث بالاشراف والتدريب وقياده ليون يومان. نتائج الشوط الاول طبعا امريكان فلاج، الشوط المركز الاول عفوا امريكان فلاج، المركز الثاني دارك ليون، المركز الثالث بريف ذا ستورم. وننتقل معاكم مشاهدينا الى مراسم التتويج الى رابع اشواط هذه الامسيه. إذا نتابع معكم مشاهدينا مراسم التتويج. طبعا يتفضل سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد آل خليفة بتتويج المضمر ألين سميث بالشوط الرابع، والذي استطاع من خلاله تحقيق الانتصار مع الجواد أمريكان فلاج. تهانينا والناموس طبعا إلى فريق العاديات وإلى المضمر ألين سميث وإلى الفارس لين نيومان.